بناتي الفضليات أبنائي الأفاضل أحييكم تحية تربوية فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتاح لنا هذه الفرصة عبر التلفزة الوطنية لإتمام برنامج التفكير الإسلامي وبالتحديد المبحث الثالث تحت عنوان: النص والتاريخ الأستاذ المقدم هو منير بن يحيى من معهد العربي الشماري بالوردية تونس واحد وتحت إشراف متفقد المادة السيد منير زوال إذا كما بينت إن مبحثنا هو يتعلق بالنص والتاريخ ولكن قبل ذلك لابد من ربط هذا المبحث الثالث النص والتاريخ بالمبحثين السابقين. المبحث الأول يتعلق بمسألة التوحيد والمجتمع وبالتحديد قضية حرية الإنسان في أفعاله واختياراته إلى جانب مختلف الاراء الكلاميه التي سيقت في هذا الموضوع. ثم توج هذا المبحث الاول بمساله الكونيه واعتبار ان عقيده التوحيد لا تنفي الاخر بل بالعكس هي تمد يدها الى الاخر وتحاول ان تستفيد منه بقدر ما يحقق بناء حضاريا انسانيا وبعد ذلك تحولنا في دروسنا السابقه في المعاهد الى المبحث الثاني وهو تحت عنوان تسخير الكون ومسؤوليه الانسان فبعد ان اخذ هذا الانسان عقيده كامنه في جوارحه في قلبه في إحساسه لابد أن ينظر حوله في المحيط الخارجي وهنا يأتي استثمار الكون الذي سخره الله تبارك وتعالى للإنسان خليفة الله في الأرض يعني هنا هذا الإنسان سوف يتحرك في عالم الشهادة مع الأخذ بعين الاعتبار لمنظومه الزمن. القصد من ذلك بناء حضاره متكامله تبدع فيها الانسانيه عبر قيم اسلاميه توحيديه. والله تبارك وتعالى لم يترك الانسان سدى انما اعتنى به وحاول أن يوجهه وأن يرشده ولذلك بعث الله تعالى الأنبياء والرسل وأنزل معهم الوحي والكتب السماوية. وختام هذه الكتب هو القرآن الكريم ولذلك كان هذا المبحث الثالث يتعلق بالنص والتاريخ يعني سنحاول هنا ان نصل بتلميذ ان نصل بهذا المخاطب امامنا الى امتلاك الادوات والاليات التي يمكن ان تستخدم في عمليه بناء الاحكام التشريعيه. فعمليه بناء الاحكام التشريعيه هو مطلب لاصحاب الاختصاص مطلب للعلماء مطلب للمجتهدين ولذلك يعود هؤلاء اولا الى القران الكريم كما بين زميلنا في حصه سابقه الاعجاز التشريعي في القران الكريم لكننا اليوم سوف نحيد هؤلاء المختصين بسياج معرفي مهم وهو الرجوع الى المصادر التشريعيه من خلال فلسفه معينه قادتها منظومه الوحي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم فلسفه تقوم على الرحمه وتقوم على العدل قال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين أي أن هذه الفلسفة تقوم أساسا على الرحمة ونشر العدل وقيم التسامح والمساواة وغيرها من المبادئ التي تقصدها الشريعة الإسلامية إذا عنوان درسنا بناتنا الفضليات أبناءنا الأفاضل هو مصادر التشريع الإسلامي قبل ذلك لابد من الحديث عن الاشكاليه التي يطرحها هذا الدرس ومختلف العناصر التي يتناولها لان الاشكاليه هي امر مهم عند التلميذ فهو سيستعملها في منهجيه مقاله ومنهجيه تحليله للنص إشكاليتنا اليوم هي مدى وجود تفاعل بين أهل الاختصاص مع مصادر التشريع الإسلامي. يعني هذه المصادر نعم هي موجودة هي أنزلها الله تبارك وتعالى واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد كبار الصحابة والعلماء وأصحاب المذاهب لكن كيف هو مدى هذا التفاعل مع هذه المصادر التشريعيه. بالنسبه لعناصر هذا الدرس او محاور الاهتمام كما بينا في دروسنا السابقه في المعاهد. اولا سنتناول تعريف مصادر التشريع الاسلامي. أو يمكن أن نسميها أدلة التشريع الإسلامي وتقسيماتها وخاصة مسألة التقسيمات لابد بنات الفضليات أبناء الأفاضل لابد من التركيز عليها لأن هذه التقسيمات هي ستساعدنا مع دروس أخرى تتوالى إن شاء الله وخاصة مناهج التشيع الاسلامي ودرس النص والمصلحه. اما العنصر الثاني وهو سياخذ ربما وقتا مهما ولذلك لابد من التركيز ولابد من اخذ النقاط الاساسيه لانني اتيت هنا على اهم الافكار ولكن عليكم بناتي وابنائي عليكم التركيز في هذه اللحظات حتى نستفيد ان شاء الله من العنصر الثاني وهو المصادر الاساسيه للتشريع الاسلامي يعني القرآن والسنه. ثم يبقى العنصر الثالث يعني محور الاهتمام الثالث هو تتويج للعنصر الثاني يعني ضبط العلاقه بين كل من القرآن والسنه. النبوي. الخص فاقول المصدر الاول تعريف هذه المصادر وتقسيماتها. المصدر الثاني المصادر الاساسيه للتشريع. المصدر الثالث العلاقه بينهما. اذا على بركه الله ننطلق في تحليل وتفكيك اهم المضامين المتعلقه بالعنصر الاول. العنصر الأول هو تعريف مصادر التشريع الإسلامي وتقسيماتها قلنا كما يظهر هنا على الشاشة في تعريف مصادر أو أدلة سميناها أيضا أدلة التشريع هي ما يتوصل من خلالها المجتهدون إلى استنباط الأحكام الشرعية يعني اصحاب الاختصاص هذا الدرس هو درس تقني هو درس اصطلاحي ولذلك نركز على اهل الاختصاص فالذين اذا سيستخرجون الاحكام سيعودون الى مراجع سيعودون الى مصادر سيعودون الى اسس هؤلاء المجتهدون اذن هم سيحاولون الرجوع الى هذه المنابع او المراجع الاساسيه الاولى لاستخراج الاحكام الشرعيه وقد وضعنا هنا تسميات فحين هذه المصادر يمكن ان نسميها مصادر تشريعيه يمكن ان نسميها ادله تشريعيه يمكن ان نسميها ايضا اسس التشريع الاسلامي فنحن لما نفتح كتب الفقه وكتب اصول الفقه سنجد تاره هذا يستعمل يستعمل مصادر وتاره الاخر يستعمل ادله والاخرون يستعملون اسس التشريع الاسلامي. هذه اذا نقطه اولى تتعلق بالعنصر الاول وهي التعريف. اما النقطة الثانية وهي ايضا على غاية من الاهمية هي التقسيمات التي يمكن ان تكون لادلة التشريع الاسلامي ولذلك عنونا هنا بين قوسين اهمية هذه التقسيمات لان التلميذ لما يفرق بين هذه المصادر بين هذه الادلة التشريعية سيكون على إلمام واسع بمختلف مراحل إنجاز المبحث الثالث: النص والتاريخ. الاعتبار الأول في هذه التقسيمات، الاعتبار الأول هو حسب اتفاق العلماء، فالمصادر التي كانت محل اتفاق للعلماء والمجتهدين نسميها مصادر متفق عليها هذا تقسيم اول نظر الى اتفاق العلماء فان اختلف هؤلاء العلماء في هذه المصادر سيحيلنا ذلك الى مصادر مختلف فيها فالاعتبار الاول حينئذ الذي سميناه حسب الاتفاق العلماء سينتهي الى التقسيم التالي مصادر متفق عليها مصادر مختلف فيها والمصادر المتفق عليها طبعا بين كل اصحاب المذاهب وبين كل ارباب الفنون في مجال الاسلام ومجال الفقه واصول الفقه كلهم كلهم اجمعوا على ان القران الكريم والسنه النبويه هي من المصادر المتفق عليها. أما المصادر المختلف فيها فهذه المصادر هي اساسا تأثرت ببيئة اصحابها بالمكان الذي نشأ فيها صاحب المذهب. فلما نتحدث مثلا عن ابي حنيفة. ابو حنيفة هو عالم من تراث اول هذا العالم يؤمن بالاستحسان كدليل تشريعي رفضه الشافعيه وهذا يدل على ان دليل الاستحسان او مصدر الاستحسان هو مختلف فيه الامام مالك في المدينه المنوره كانت له ادله تشريعيه خاصه به ويمكن ان نذكر هنا عمل أهل المدينة لأنه هو لما يتمسك بأهل المدينة المنورة فهذا يدل على نوع من الانجذاب إلى بيئة خاصة ولذلك لم يعترف بقية أصحاب المذاهب بهذا الدليل التشريعي وهو عمل أهل المدينة كما أن الإمام مالك اعتمد المصلحة المرسلة وهي خاصة بالمذهب إذا هذا هو الاعتبار الأول الاعتبار الثاني في عمليه تقسيم الادله التشريعيه هي التي تكون في علاقه بالوحي فلما تكون الادله نازله من السماء لما تكون هذه المصادر وحيا فذلك تقسيم خاص بالادله النقليه يعني التي هي منقوله التي سمعها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بلغها الى الصحابه الكرام. وهؤلاء بلغوها للذين بعدهم. وكذلك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي ايضا من المنقولات ولذلك سنقول هنا في هذا الاعتبار الثاني الذي عنوناه بعلاقه التشريع او التقسيم هذا بالوحي ان الصنف الاول هو الادله النقليه ولكن لما يخوض العلماء بعقولهم في مختلف القضايا انطلاقا من تجدد وقائعهم قد تظهر لهم ادله تشريعيه تعتمد اساسا العقل ولذلك نجد هنا في هذا الاعتبار الثاني الادله النقليه والادله العقليه اما الاعتبار الاخير وهو يتعلق بكيفيه استخراج الاحكام فلما يعود المجتهد الى دليل او مصدر فهذا تقسيم يعود الى مصادر التشريع ولكن هو لما يستخدم العقل هو لما يستخدم النظر والبحث والفهم في مختلف النصوص الواردة أمامه وهو يحاول أن يجد حلولا لقضايا الواقع هو سيعتمد منهجا سيعتمد طريقة سيعتمد أسلوبا ولذلك كان الاعتبار الثاني هو الأدلة التي هي غير عقلية يعني الأدلة التي هي مصادر والأخرى هي مناهج ومباحث وتصرفات إذا هذا هو العنصر الأول الذي أتمبناه وهو يتعلق بتعريف مصادر التشريع الإسلامي العنصر الثاني هو المصادر الأساسية للتشريع وبالتالي نقول القرآن والسنة هنا لابد أن نركز جيدا لأننا نحن أمام مصطلحات أمام تقنيات خاصة بالمبحث هذا المبحث التشريعي لست سأضعكم أمام غول فكري ولكن أنا أضعكم أمام مزيد من الانتباه والتركيز فلعل هذه السنة إن شاء الله يؤخذ اغلبكم في هذه الشهاده شهاده البكالوريا ولعل ان شاء الله سنسمع الافراح في كل البيوت. المصادر الاساسيه للتشريع. اولا القران الكريم. هذا المصدر الاساسي الاول تعرفه انه كلام الله لفظا ومعنى. يعني ان ان هذا القران متاتي من الله تبارك وتعالى في حروفه في الفاظه في معانيه في سياقاته في ما يريده الله سبحانه وتعالى فهذا النص اذا هو مرتبط بالذات الالهيه لفظا ومعنى والله تبارك وتعالى استعمل الملائكه لخدمته ومن هؤلاء الذين لديهم اختصاص تبليغ الوحي سيدنا جبريل. سيدنا جبريل لديه القدره على التشكل بين ان ياخذ النص الالهي من الذات الالهيه المطلقه ثم يوصله ويبلغه الى الذات البشريه الماديه وهي ذات النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. اذا يصل هذا القران من الله عبر جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اميا، ولذلك اهم اشتغال عنده هو المحافظه على هذا النص، وذلك عبر الامر بكتابته، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الذين كانوا يدونون ويحسنون القراءه والكتابه ومنهم الخلفاء الاربعه سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء كانوا كتبه للوحي لان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب مشروع انساني هذا الوحي ليس خاص به كذات هو امي وليس ذلك عيبا في تلك الفتره ولكن هو في خلده ان يبقى او ان يبقي للامه نصا مكتوبا بشكل دقيق مجمع على انه وصل بتلك الكيفيه الى الصحابه الكرام والتابعين فيما بعد. هؤلاء الصحابه وهؤلاء التابعون تواترت فيما بينهم اخبار القران الكريم. واشتغلوا عليه حفظا وكتابة ورواية ولذلك نقول هنا وصل الينا القرآن الكريم متواترا جماعة عن جماعة مكتوبا في المصحف كما بينت من اول سورة الفاتحة الى اخر سورة الناس وهذا ما يعطيه القطعية يعني ان النص القراني هو قطعي الورود يعني هو وارد عن الله سبحانه وتعالى بدون شك اما حجيه العمل بالقران الكريم فهي ذات بعدين البعد الاول نقلي قال الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة يعني ولو اعتمد الجن مع الإنس كلهم تقريبا على أن يأتوا ولو بآية ولو بكلمة من القرآن الكريم فلن يستطيعوا ذلك وسطع القرآن أن يتحدى العرب في تلك الفترة أما الاعتبار الثاني في حجية العمل بالقرآن الكريم هي اتفاق العلماء اتفاق كل العلماء من اهل السنه والشيعه وغيرهم من المذاهب على ان القران الكريم هو المصدر الاول للتشريع الاسلامي. الان من الضروري الحديث عن بعض علوم القران الكريم وسوف نركز على ثلاثه يعني علوم اساسيه هي من الشروط للاجتهاد. كل من نصب نفسه فيقول انا مجتهد عليه ان يعرف ان يعرف القران الكريم كمصدر اول وخاصه بعض هذه العلوم العلم الاول الذي يجب اتقانه ومعرفته هو يسمى علم اسباب النزول يعني ان ايات القران لم تكن مسقطه لم تكن تنزل اعتباطا انما هي كانت حسب وقائع وحسب احداث وهذا ما يؤكد على قيمه التعليل وقيمه السببيه اي ان النص لم يكن خيالا لم يكن مجردا انما هو في علاقه بالواقع اذن هذا بالنسبه للعلم الاول اما العلم الثاني فسماه اغلب العلماء الناسخ والمنسوخ وقد حرصت على كتابه تعريف الناسخ والمنسوخ ناسخ منسوخ اذن هناك حكم ناسخ يعني هو ابطل نسخ ابطل الغى حكما اخر قلنا في التعريف رفع حكم شرعي بخطاب شرعي يقول القائل كيف للذات الالهيه التي تتصف بالاطلاق والتي تتصف بالكمال تعطي نصا قرانيا يحتوي حكما معينا ثم بعد ذلك نفس الذات الالهيه تبطل ذلك الحكم. انا بينت في مدخل هذا المبحث أن الله تبارك وتعالى لم يترك الإنسانية دون تعهد، دون عناية، بل سعى إلى أن يتعهدها بالوحي، فبالتالي هذه البشرية قد تخطئ، قد تنحرف، قد تخرج عن الصراط، ولذلك لابد من إيجاد وسيلة تقوم على التدرج، تقوم على محاولة إخراج الإنسان من بعض العادات مثلا لدينا نحن بعض العادات السيئه، لما أرى شخصا كثير التدخين يدخن يصل علبتين سجائر في اليوم ليس بالسهوله انني اقوم بقلع هذه العاده التي تمكنت من نفسه وتمكنت من جسمه وتمكنت من عقله ولذلك هنا لابد من التدرج في تشريع الاحكام وهنا مثالنا تحريم الخمر فالخمر شربه كان عاده عميقه في المجتمع العربي الاسلامي ولذلك لا بد من اصلاح هذه الحاله فالله سبحانه وتعالى هو قادر على ان يقول كن فيكون كان الناس يشربون الخمر في عشيه وضحاها سوف يتخلون عن ذلك الله تبارك وتعالى هو قادر على ذلك ولكنه يريد ان يعلمنا يريد ان يعلمنا منظومه التربيه ومنظومه التدرج في اصلاح احوال المجتمعات فكان تحريم الخمر اولا عند الخروج في الغزوات ثم بعد ذلك جاء تحريم الخمر بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يعني تحريم شرب الخمر عند الصلاه فقط ثم بعد ذلك لما تمكنت النفوس من معرفه مخاطر شرب الخمر والاضرار التي قد تكون متاتيه من شرب الخمر حينئذ جاء الوحي الالهي وكان واضحا في تحريمه تحريما باتا حيث قال الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس شر مخاطر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فمعرفة إذن هذا العلم الناسخ والمنسوخ هو ضروري بالنسبة لمن نصب نفسه كما قلت للاجتهاد العلم الثالث هو ما يسمى بالمحكم والمتشابه يعني نجد آيات قرآنية محكمه يعني طريقه صياغتها تتطلب فهما واحدا ومعنى واحدا بين المفسرين والعلماء فهذا يسمى قران محكم فالامر مثلا بالصلاه هذا امر محكم لا شك فيه والامر بتحريم الخمر الذي بيناه سابقا هذا ايضا امر محكم لا يختلف فيه اثنان لكن هناك بعض المسائل التي تحتمل فهوما مختلفه فالقرآن الكريم كان حمال اوجه كانت له دي عده اوجه في فهمه ولذلك قلنا اهميه التأويل اهميه يعني محاوله فهم معين للنص او فهم اخر عند بيئه اخرى وهذا مما يوسع من دائره الاجتهاد إذن هذا هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي الأساسية نحن هنا ما زلنا في العنصر الثاني ثانيا السنة النبوية القرآن الكريم هو من الأدلة النقلية هو وحي بدون شك وهو مصدر متفق عليه وكذلك الشان بالنسبه للسنه النبويه هي ايضا دليل نقلي يقول قائل كيف انه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والذي يصيغ المفردات والذي يصيغ الالفاظ نعم ولكن جبريل عليه السلام ينزل ايضا بمعنى ينزل بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب هذا المعنى ثم يصيغه الى صحابته الكرام فجبريل عليه السلام ينزل في القران الكريم كما انه ايضا ينزل في السنه النبويه الفرق ان جبريل ينزل في القران بلفظ محدد من الله وبمعنى ايضا محدد من الله اما في السنه النبويه فان جبريل ينزل بمعنى من الله ويترك للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل العربي القح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا ناثرا وشاعرا ويحب فنون اللغة العربية بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني منتجا للغة العربية والدليل على ذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو إذن تعريف السنة النبوية ما هي حجيتها وما هي اقسامها السنه النبويه هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول كلام لفظ من قول او فعل او اقرار القول كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ويحب لنفسه هذا يؤكد على قيمه التعاون ومدد المساعده الى اخره فهذا لفظ نبوي واضح اما الافعال فهي الطريقه الاسلوب مثلا كيف كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا فعل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت الحرام يبدا مثلا بالحجر الاسود ويطوف شوطا كاملا هذا يعتبر فعل تطبيقي ممارسه وقد قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. صلوا كما رايتموني اصلي هنا نضرب عصفورين بحجر واحد يعني هو حديث واحد ولكن فيه لفظ وكلام على ضروره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وايضا فيه جانب تطبيقي وهو اننا نصلي كما كان يصلي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اما الاقرار فان الصحابه الكرام قد عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكانت لهم اسفار وخروج من المدينه فوقعت لهم حوادث ووقعت لهم وقائع فاجتهدوا فيها. في غياب المشرع الاصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا الى المدينه اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الاجتهاد، فان سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهادهم فذلك اقرار، فاذا بذلك الاجتهاد يدخل في اطار السنه النبويه وان عبر عن موافقته فايضا يدخل في ذلك الاطار ولكن ان ان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني كان واضحا في رفضه لذلك الاجتهاد فلا يمكن ان يعتد بذلك لان المشرع الاول النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود بين ظهور الصحابه الكرام. حجيه العمل بالسنه النبويه اولا عنا ايه قرانيه معروفه ومتداوله ونقراها ونسمعها في عده مرات وهي قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ابتعدوا عنه وهذه الايه توكد على ضروره الاخذ بالسنه النبويه مع القران الكريم ما نستخلص هنا الواجب طاعه الله وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك اقتران بين طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بقي لنا جانب ايضا مهم ودقيق وهو يتعلق بأقسام السنة النبوي وهنا أيضا ألح بنات الفضليات ألح أبناء الأفاضل على أن نأخذ بعض المعطيات الدقيقة أحلل فأقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن كان حريصا على كتابته، واستدعى الكُتاب من الصحابه الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محافظا على القرآن الكريم وعلى ان يقع تدوين كل ايه من ايات القرآن الكريم، بعض الصحابه يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: هل نستطيع ان نكتب كلامك يا رسول الله؟ هل نستطيع ان نكتب خطبك يا رسول الله؟ احاديثك التي تقولها فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك. همه الاصلي همه الاصلي هو القران الكريم الوحي الالهي الدقيق الصادر عن الله تبارك وتعالى. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع خلط بين الكتابات المعنونه تحت سفر ومصحف القران الكريم والكتابات التي ستعنون تحت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب عني غير القران فليمحوه يعني لا يتركه عليه ان يمسحه ان يمحوه لانهم يعني كانوا يكتبون على الالواح ويكتبون على الجلود وغيرها فيقول اذا لابد من محو ذلك ثم لا ننسى ان النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من تجربه سابقه لديانه المسيحيه لان سيدنا عيسى عليه السلام نزل عليه وحي دون شك وكانت ايضا له مقولات وكانت له سيره ولكن الاشكال أن سيدنا عيسى لم يأمر جماعته بكتابة نصوص الوحي، الإنجيل يعني. ولذلك بعد مدة طويلة ولما حاول تلاميذ وتلاميذ التلاميذ لسيدنا عيسى لما أرادوا الرجوع إلى الأصل الثابت في الإنجيل وأقوال سيدنا عيسى عليه السلام اختلطت عليهم السبل فإذا بهم تذكروا اشياء من الوحي الانجيل ونسوا اشياء وتذكروا اشياء من اقوال سيدنا عيسى وكتبوها مع بعضها مختلطه ولذلك وقع اندساس وتحريف لهذا الكتاب السماوي، نحن نؤمن قال الله تبارك وتعالى: كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، سيدنا عيسى فوق الرؤوس دون شك ولكن النص الذي هو موجود الان يعني وقع تحريفه ولذلك بناتي الفضلات وابنائي لابد من التركيز على هذه النقطه. اذا لما السنه النبويه لم تقع كتابتها ومرت سنوات على وفاه الحبيب صلى الله عليه وسلم اهتم معشر الصحابه والتابعين بالقران الكريم وجمعوه واعادوا كتابته وارسلوه في مختلف المناطق مصر والعراق والحجاز وغيرها من المناطق اما السنه النبويه فما مالها السنه النبويه بقيت في الذاكره بقيت ذهنيه ولذلك بعد قرن تقريبا استفاق علماء الامه على خطر وشيك وهو خوف اندثار السنه النبويه. الخوف من اندثار السنه النبويه، فاذا بهم يجرون ويسرعون نحو كتابه السنه النبويه والامر ليس سهلا. لماذا الامر ليس سهلا؟ لان المده قد طالت المده قد طالت ولذلك الذاكرة قد تخونهم وتضعف الذاكرة ومن هنا سنجد أنفسنا أمام حديث رواته فلان نأخذ مثلا البخاري البخاري هو آخر شخص دون الحديث سمع الحديث عن شخص آخر وهذا عن شخص إلى آخره إلى أن نصل إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام هؤلاء بتمحيص هذه الشخصيات فوجدوا البعض ايمانه قوي ولكن ذاكرته ضعيفه ولذلك لا يمكن ان نعمل بالحديث الذي اتانا به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث سنسميه هنا الحديث المردود لا نقبله بل ان البعض استغل الفرصه وحاول الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أحاديث أخرى أما الحديث المقبول كما عنوان ذلك هو الحديث الصحيح أو الحديث الحسن ومن أهم الرواد في هؤلاء في الصحيح البخاري ومسلم يعني هم قد وضعوا علما يسمى الجرح والتعديل الجرح في الشخصيات أنك تجرح تقول هذا فلان يتغيب عن الصلاة فلا نأخذ منه الحديث هذا فلان ذاكرته ضعيف لا 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 نأخذ فينزل الحديث البخاري ومسلم كانوا من الذين هم شديدي الحرص على التثبت في الرواة ثم نجد أيضا الحديث الحسن وهذا الحديث أيضا نعمل به في مجال بناء الأحكام الشرعية ومن هؤلاء العلماء الترمذي أبو داود النسائي ابن ماجة هؤلاء يعني أيضا محصوا في الرجال وفي الرواة الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا بعض الخلل ولكن لا يصلوا إلى حالة من رد الحديث النبوي إذن هذا التقسيم الأول وهو كما قلت الحديث المقبول والحديث المردود أما التقسيم الثاني فهو الحديث المتواتر والحديث الأحد كنت قد بينت أن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر يعني سمعته مجموعة عشرة عشرين سبعين ثم كل واحد قد نقله إلى مجموعة أخرى بحيث تكاثر العدد فبالتالي يستحيل يستحيل عقلا ومنطقا ان يتواطؤوا على الكذب فالقران الكريم هو قران متواتر وصل الينا بتلك الشاكله فلا شك فيه اما السنه النبويه قد يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فلما هو يخطب يخطب في جماعة يخطب في أكثر من عشرة من عشرين ثلاثين فرد فيسمعون تلك الخطبه ثم ياخذونها عند ذاكرتهم وينقلونها الى مجموعات اخرى ولذلك سنجد بعض الاحاديث وخاصه الخطب النبويه البعض منها متواتره وصلت الينا بالتواتر ولكن ولكن اغلب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي آحاد قلنا المتواتر والأحاد يعني عمر بن الخطاب قالها إلى ابنه عبد الله وعبد الله إلى إلى شخص آخر إلى أن وصلت إلى البخاري أو مسلم يعني واحد عن واحد عن واحد إلى أن وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي هناك أحاديث متواترة وهي قليلة جدا بل البعض يقول تحت المئة و أحاديث يعني أحاد كثيرة جدا وهي تقريبا الموجودة في كتب الأحاديث النبوية إذا أتينا بنات الفضليات أتينا أبناء الأفاضل على العنصر الثاني وهو المتعلق بتعريف مصادر التشريع الإسلامي الأساسية وهي القرآن والسنة الان ننتقل الى المحور الثالث والاخير وهو يضبط العلاقه بين بينهما يعني بين القران والسنه. للسنه النبويه دور مهم نحو القران الكريم. اما الدور الاول فهو ينبني على تاكيد المعاني الوارده في القران الكريم فلعمري لا يمكن ان نجد تناقضا بين كلام الله تبارك وتعالى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل فهما تحت منظومه واحده جبريل حاضر في القران الكريم لفظا ومعنى وكذلك في الاحاديث النبويه بالنسبة للتأكيد المعنى الأول أو الدور الأول للسنة النبوية هو دور التأكيد قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة هذه آية ولكن كيف سأصلي؟ إلى أين سأتجه؟ هل أستطيع أن أصلي بأي لباس؟ هل هناك شروط للصلاة؟ ومتى اصلي؟ في اي وقت اصلي ولذلك جاءت السنه النبويه قال كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم في السابق: صلوا كما رايتموني اصلي. جبريل عليه السلام هو اول من علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الصلاه فجاءه في الصبح في وقت الصبح في اخر الظلمه وعلمه صلاه الصبح ركعتين جهريتين فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصليها ثم يصلي وراءه الصحابه الكرام فهذا تاكيد على ان هناك تاكيد للسنه النبويه لما جاء في القران الكريم وهي كيفيه الصلاه. الدور الثاني هو دور تبيين قلنا الأول هو دور تأكيد، الأمر الثاني أو الدور الثاني هو دور تبيين توضيح مثلا عن آية قرآنية تقول: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، إنسان لا يتعامل مع غيره بطريقة باطلة، بطريقة فيها سرقة، بطريقة فيها إعتداء، هذا الكلام هو كلام عام يحتاج الى بعض التابين مثلا جاء الحديث النبوي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بتيب نفس منه يعني انا مثلا لما اطلب من اخي او اختي صديقي صديقتي اطلب شيئا ما واشعر انه لما يعطيني ذلك المال لا يعطيه عن بخاطر طيب خاطر لا يعطيه وهو راض تمام الرضا في هذه الحاله يستحسن الا ناخذ ذلك المال يستحسن ان نبتعد عنه ونجتنبه لكن البعض من الناس كرماء يعطون تلاحظ في اسارير وجههم الغبطه وتلاحظ الرضا فبالتالي لا شك في انك تستطيع ان تتناول هذا الشيء مثلا تلميذ في داخل القاعه هاتفه الجوال موجود على الطاوله و نحن نعرف ان اغلب التلاميذ الرصيد عندهم محدود تلميذ يعني سيكلم اهله لعله يخرج قبل الوقت فتاتي تلميذه اخرى او تلميذ اخر وياخذ هذا الهاتف هكذا يشعر ان الطرف الاخر ساخط غير راضي على ذلك لا يجوز له ان يستعمله فهو اكل لاموال الناس بالباطل وجاءت السنه النبويه اذن وبينت لنا هذا المعنى في قوله تعالى: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الدور الأخير هو إنشاء. يعني إن السنة النبوية، نعم هي تؤكد ما جاء في القرآن الكريم. السنة النبوية تبين أيضاً ما جاء في القرآن الكريم، ولكن أحياناً السنة النبوية تستقل بالتشريع يعني لديها بعض الأحكام الخاصة بها الشرط أنها لا تتعارض مع المنظومة النقلية ككل يعني لما قلت أن النقل نقل فيه القرآن وفيه السنة فلا يمكن أن يحدث بينهما تعارض وتناقض مثلا عندنا آية قرآنية قال فيها رب العزة سبحانه وتعالى قال فيها: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى اخره. هذه الايه اذا حرمت بعض الاشياء وسكتت عن اشياء اخرى. جاءت السنه النبويه فحرمت السباع التي لديها انياب، هذه الانياب في داخلها سموم. فهذه السموم هي سوف تمر الى دم الحيوان والى لحمه ولذلك جاءت السنه النبويه وحرمت اكل السباع مثل الاسد والنمر الى اخره من هذه السباع اذا لا اطيل نحن قد وصلنا اذن هنا الى بيان الجانب الاول للسنه النبويه ودورها نحو القران الكريم. الجانب الثاني وهو ايضا نستطيع ان نقول هو تتويج يحاول ان يتوج ما جاء في المصادر الشرعيه وما كنت قد قلته في طيات حديثي ولذلك ننتبه الى هذه العلاقه التكامليه بين القران والسنه. كل من القران والسنه من الوحي الالهي هذا امر اتفقنا فيه ونتفق فيه الان وسنتفق فيه لاحقا ان شاء الله ان القران وحي والسنه كذلك وحي ثم الرابط المشترك انهما يحتويان القران والسنه يحتويان احكاما عامه وقواعد كليه لناخذ مثال قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآية قال إن الله يأمر بالعدل لكن كيف يتم العدل القرآن الكريم لم يخذ في التفاصيل في الجزئيات إنما ترك المسألة للعلماء للباحثين للقضاة، لأن القاضي يتصدر محكمة فيعطي لكل ذي حق حقه وعليه أن يضع شعارا عاما ورد في القرآن الكريم وهو إن الله يأمر بالعدل يعني عليه أن يكون عادلا فجانب التفصيل هو اجتهاد منه في تحقيق ذلك المعنى. ما العلاقة الثانية بين القران والسنه هو ان الغايه منهما هدايه البشريه جعلها تصير تسير في طريق الرحمه والمحبه والعدل تسير في طريق تهتدي به الى التضامن والى التسامح والى مختلف القيم الايجابيه ليست التي تشتت وليست التي هي تنفر وتجعل الكراهية بين الأفراد إنما الغاية أن نخرج غاية يعني قرآن والسنة إخراج الإنسان من مرحلة العماء من مرحلة الضلال إلى مرحلة الهداية بنور الله تبارك وتعالى وبالتالي هنا يتحقق معنى الاستخلاف لأن الله سبحانه وتعالى جعل كائنا مبجلا في الأرض إنه الكائن العاقل قال تعالى ولقد فضلنا بني آدم يعني هذا ولقد كرمنا بني آدم يعني هذا التكريم فيه أفضلية بماذا هذه الأفضلية أساسا بالعقل وبالفهم وبالنظر وبالتالي يتحقق معنى استخلاف الانسان لله تعالى في الارض ثم العلاقه التكامليه بين القران والسنه انهما الاثنان مصادر اساسيه للتشريع يعني انا في حياتي اريد ان اتزوج كيف ساختار المراه المراه تقول كيف ساختار الرجل العوده اولا الى القران والسنه هل هناك حديث عن الزواج الذي هو مطمئن الذي هو يمكن ان تتشكل منه اسره ايجابيه قال الله تبارك وتعالى ومن اياته ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون فهذا المصدر الاساسي الاول القران بين لك المراه التي تناسبك هي التي تطمئن اليها وانت ايها المراه بين لك الرجل المناسب الذي نطمئن اليه فاذا بها الاسره تتشكل رغم فقر ورغم ضعف ورغم مرض ورغم كل هذه المعطيات في ظل وحي هذا الوحي هو مصدر اساسي للتشريع الاسلامي وهنا ناتي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو قال فيه المصطفى تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم اذا النتائج المستخلصه من هذا الدرس طبعا اهميه المصادر التشريعيه والحاجه اليها لان هذه المصادر هي ستوظف في وضعيات يعيشها المتعلم تعيشها التلميذه يعيشها التلميذ وضروره تمييز المصادر الاساسيه عن غيرها مثل المصادر المختلف فيها اسال الله تبارك وتعالى ان يوفق بناتنا الفضليات وابناءنا الافاضل في هذا المشروع التعليمي وجزاكم الله كل خير